من هو قريب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة المتورط في فضيحة فتيات الليل بمعسكر المنتخب بكأس القارات في جنوب أفريقيا؟ لا بتالي كانت كذبة، لأن أنا كنت قاعد أنا وأحمد فتحي ورامز جلال. كان رامز رايح يصور برنامج، فكنا في جنوب أفريقيا الثلاثة قعدنا لحد الساعة 3 الصبح. ما نعرفش مين اللي دخل ومين اللي خرج والكلام ده جابوه منين. أنا شخصياً ما شفتوش. أنا قال قريب، قريب لي أحد أعضاء الاتحاد. هو كان رئيس الاتحاد ساعتها كابتن سمير زاهر. مين قريبه؟ ما عندوش قريب يعني. ملوش قرايب كانوا موجودين. يعني ممكن تكون كذبة، ممكن تكون ممكن. ما هو ما يعني أنا إحنا ما أنا شخصياً ما شفتش حاجة ما يعني. طيب.